صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا إلى دين الإسلام والعاقبة للمتقين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى الله. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة سيدنا مرشدنا منجينا هادينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات أرواح أزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى حضرات التابعين وتابعي التابعين، وإلى حضرات أرواح المصنفين المرضيين المهديين، وإلى حضرات أرواح الأولياء والعلماء العاملين والمؤمنين المدفونين في هذه البلدة وفيما حولها، وإلى حضرات جميع أهل الخير والطاعة أجمعين. اللهم بجاههم وبأسرارهم وبأنبالهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا مشاهدتك ومحبتك، وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا للتعلم والتعليم والمطالعة والتدريس، وفقنا لخدمة دينك الإسلام. اللهم وفقنا زيارة الحرمين الشريفين وسائر الوسائر مزار المعظم. اللهم اصرف عنا وعمن تعلقوا بنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر الساهرين وشر اللاعنين وشر الآينين وشر الشياطين من الجنة والناس أجمعين. اللهم يسر لنا ما نحن فيه ونطلبه ونرتجيه، وأنت غنينا للتفسير والبيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.